بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى آخر فيديو، كيفية الحصول على الباز دوني. إذن في الفيديو السابق تطرقنا إلى الموديل كونسيبسيون دو دوني، وقلنا بأنه عبارة عن أونسيتي زائد رولاسيون، كما قلنا زائد كارديناليتي. فوالا كارديناليتي، وشرحنا ذلك جيدا. الآن نريد من الأم سي دي أن نحصل إن شاء الله على الأمل دي. ما معنى الأمل دي؟ هو الموديل لوجيك دو دوني. فوالا ممل دي هو اكزاكتومون يساوي الموديل فيزيك دو دوني. ساشرح الفرق بينهما في اخر الفيديو. موديل فيزيك دو دوني، وما هو الباز دوني؟ هو الباز دوني هو الهدف الاسماء باز دو دوني. إذن لكي نقوم بخلق الباز دوني، يعني ضروري المرور من الام سي دي. يعني الام سي دي نستعمل مجموعة من الخواص، يعني تسمو لي ريغل دو ترانسفورماسيون، يعني لغاقل دو ترانسفورماسيون، أو مجموعة من الخواص التي تمكننا من الانتقال من الأمثلة إلى الأمل دي. لغاقل دو ترانسفورماسيون. وعلى إذن سأعطي بعض الأمثلة، إذن لاحظ جيدا، وفي الأخير سأقوم ب لأن الموديل لوجيك دوني هو اكزاكتومون لاباز دوني. وعلى إذن سأخذ صورة جيدة وأعطي بعض الأمثلة. إذن سأخذ لوحة جديدة إن شاء الله، ولا وسأقوم ب لريغل دو كارديناليتي، على حسب الكارديناليتي أحبائي الكرام نستخرج. تخيل عندي ام سي دي. إذا تخيل عندي ام سي دي على هذا الشكل، أريد أن أحصل على الامل دي. هناك حالات، إذا الهدف هو تحويل ترانسفورماسيون ام سي دي الى ام ال دي. سأعطي بعض الامثله. الحاله الاولى هي بالنسبه للكاردينايتي، 1 1 مع 0 1 مع 1 ان مع 0 ان. اذا هذه هي الحاله الاولى، يعني الحاله الاولى عندما يكون عندك الكاردينايتي في 1 1. اذا سأعطي ماذا يقع. سأعطي مثال. تخيل عندي موظف امبلويي، فوالا نيميرو دومبلويي، ثم نون دومبلويي، ثم سيرفيس مصلحه، نيميرو سيرفيس نون سيرفيس، ثم علاقه، لان قلنا الام سي دي هو اونتيتي زائد رولاسيون زائد كاردينايتي. فوالا اذا ترافاي، العلاقه هي طرافي امبلوي مع سيرفيس. امبلوي على الاقل شحال يخدم، على الاقل كاردينايتي مينيمال، يعني يخدم في السيرفيس واحد، وعلى الاكثر واحد. لا يوجد امبلوي يخدم لك بزاف ديال لي سيرفيس، لا يوجد. دائما الموظف ما يشتغل داخل مصلحه واحده، على الاقل مصلحه واحده الكثير. اما مصلحه فيها على الاقل موظف، ولكن على الكثير ان موظف. هنا وصلنا الى الحاله 1 1 1 ان، تساوي 1 1 1 ان، هي مشابهه للحاله 1 1 0 1 1 1 0 ان، مشابهه. اذا تتسمى ان بليزيور، ان بليزيور، وخا صفر واحد بليزيور ماشي مشكل، ان بليزيور يعني واحد بليزيور، بليزيور هي ان. لاحظ عندما تكون ان. اذا كيف يمكن ان نحول ام دي؟ دائما الانتيتي هذه عباره عن انتيتي تتحول الى طابل. هنا انتيتي تتحول الى طابل، سنكتب امبلويي وسنحتفظ بالخواص. لاحظ بان شرحنا في الام سي دي بان دائما في الام سي دي دائما نقوم بالتسطير على المفتاح الاولي او ليدونتيفيون او كلي بريمير. اذا امبلويي سيتحول الى امبلوي، سنفتح القوس وسنقوم بذكر جميع الخواص، نيميرو ثم نو، ثم سنترك القوس غير مغلق. فوالا سيرفيس كذلك سيتحول الى طابل. اذا هنا يتحول الى طابل، هو الباز دوني طابل، جدول في الباز دوني تيبل. هنا تنقولوا اونتيتي. اذا هنا اونتيتي تحول تيبل، هي سيرفيس، يعني غندير ليها نيميرو دو سيرفيس
نون دو سيرفيس، نون سيرفيس. لاحظ بأن مهم جدا في الأمل دي أن تقوم به هنا كلي بريمير، أن تكتب المفتاح كلي بريمير، ودياز هو كلي اترانجير، كلي اترانجير أقل. إذن هنا الإيدنتيفيون هنا يبقى نيميرو دو كليون كلي بريمير، نيميرو دو سيرفيس كلي بريمير. ماذا يحدث عندما يكون عندنا واحد 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 ان؟ تذكر واحد واحد عبارة عن مغناطيس، تذكر ذلك، عبارة عن مغناطيس يجلب الكلي بريمير من هنا ويضعه هنا ليصبح كلي، يجلب المفتاح الأولي ويضعه داخل الجدول كمفتاح أجنبي. Il permet d'extraire ou de transformer le clé primaire de l'autre relation à un clé secondaire. يعني نيميرو السيرفيس اللي كاين هنا سيصبح هنا، إذا سيصبح عندي هنا دياز نيميرو السيرفيس. لماذا نيميرو سيرفيس دياز كلي اترونجير؟ لانه هنا كلي بريمير، لانه مفتاح اول. لماذا هنا مفتاح ثانوي؟ لانه هنا مفتاح اولي. اذا دائما واحد واحد تجر المفتاح الاولي وتضعه عندنا، هذا ما يسمى المنطق امبلوي، منطقيا موديل لوجيك دو دوني، منطقيا امبلوي عنده نيميرو، عنده نو، ونيميرو سيرفيس اين يشتغل ورقم المصلحه التي يشتغل فيها. فوالا هذا هو المنطق، يعني هذا اون باز دوني، يعني فاش غنديرو الباز دوني غنكريي تيبل امبلوي نيميرو نو، تنقولو نيم اس فورين كي ريفيرونس سيرفيس نيم اس. فوالا هنا سنقوم بغلق الاشياء. اذا هذا النموذج من امثلة دي تحول الى امل دي. اذا كان عندنا اونتيتي اصبحت جدول تيبل، اونتيتي اصبحت جدول، وبما ان واحد واحد يجر الكلي بريمير عنده، فان نيميرو سيرفيس التي كانت عباره عن مفتاح اولي اصبح هنا مفتاح ثانوي. اذا لاحظ دائما الحالة الأولى عندما يكون عندنا واحد واحد وأشياء أخرى، فواحد واحد مغناطيس يجر المفاتيح الأولية لتصبح عندها عند الأونتيتا كمفتاح ثانوي، وهذا ما يسمى واحد بليزيور. إذا هنا هذا المثال أحبائي الكرام. سننتقل إلى المثال الثاني. إذا دائما تطبق الأشياء، وسنقوم بختم الفيديو باستعمال مثال شامل. سأذهب إلى الخاصية الثانية، أقوم بأخذ لوحة ولا بدون استعمال بعض التطبيقات التي تجلب لنا اللوحة من الكلاود وتكون تفاعلية وكبيرة الحجم. إذا لعدم إضاعة لكم الوقت سنستعمل هذه الطريقة البسيطة بالكتابة على Paint. إذا المثال الحالة الثانية أو الحالة الثانية، الحالة الأولى، حالة يعني بليزيور يعني ان، يعني هذه الحالة الثانية، يعني إما صفر ان الكارديناليتي مع صفر ان، أو صفر ان مع واحد ان، يجب أن يكون عندنا ان، أو واحد ان مع واحد ان، ضروري ومؤكد تكون ان ان. لاحظ أشنو العامل المشترك في هذه الحالة، بأن بليزيور بليزيور ان ان، وافعل ما شئت بالنسبة للآخر. كمثال تخيل الام سي دي حصلنا فيه على المثال التالي، بيرسون فواتور ماتريكول مارك سي ان نو. فوالا ثم هنا العلاقة هي بوسيت، قلنا بأن بيرسون عنده صفر سيارة أو ان سيارة، فواتور يمتلكها إما واحد أو ان. إذا لاحظ وصلنا إلى الحالة صفر ان واحد ان. إذا كيف يمكننا أن نحول ان سي دي إلى باز دو دوني، يعني إلى موديل لوجيك دو دوني؟ إذا دائما نستعمل الأشياء التالية، كلي هذا رمز كا كلي اي ترون جير، وهنا ككلي كلي ككلي بريمير، كلي اترونجير ككلي بريمير. فوالا اذا ساكتب الاشياء بطريقه جيده ان شاء الله. استسمح هنا، فوالا
Il y a une personne, voilà, on a possède, on a sauf qu'on a personne voit Wahid N, on a 0 N. Voilà. Et donc, d'aiment, n'écrivez pas le sator, on a s'affiché de نفس الخواص, on a نقفي une voiture. دائماً نقوم بنقل الأشياء ولكن CEN ككلي بريمير ماتريكا بريمير هي CEN ثم نو ثم هنا ماتريكول ضروري الأمل دي الإشارات كلي بريمير وكلي ترونجير ثم المارك فوالا. إذا كانت عندك NN فإن البوسيد فإن الغولاسيون تتحول إلى جدول تتحول إلى طابل أقل. إذن سيصبح هنا سأقفل وسيصبح هنا بوسيد سيصبح هذه العلاقة التي كانت مجرد رولاسيون أصبحت الآن جدول ونجلب الكلي الأولي من هنا والكلي الأول من هنا سيصبح عندي ماتريكول وتصبح عندي سي إن ويصبح عندي الكلي بريمير هو الزواجية لاثنين من الكلي بريمير ماتريكول وهنا دائما دياز. لماذا؟ لأن الماتريكول هنا كان كلي بريمير الآن أصبح كلي إترونجير هنا كان أصبح هنا كان مفتاح أولي هنا أصبح مفتاح ثانوي والسي إن كان مفتاح أولي هنا أصبح مفتاح ثانوي دياز. ولكن هنا كمفتاح أولي يتكون من اثنين من الخواص مفتاح أولي يتكون من اثنين من الخواص ماتريكول و CEN. إذن فوالا منطقيا فوالا. إذن تذكر جيدا ذلك. إذا كانت NN فإن الرولاسيون تتحول إلى جدول في قاعدة البيانات مع الكلي بريمير هو مزيج من الكلي بريمير الأول والكلي بريمير الثاني وكل واحد عبارة عن مفتاح ثانوي فوالا. لأن منطقيا تخيل مثلا أريد أن أملأ قاعدة البيانات بالمعطيات. إذن سأقوم بمحو هذه الأشياء مثلا. إذن عندما أخلق قاعدة البيانات سأخلق جدول اسمه بيرسون وجدول فواتور. إذن كمثال إذن بيرسون سيكون عندي على هذا الشكل CEN نو فوالا تخيل اي بي 001 اي اش فوالا جي كا 008 علي فاطمة عمر مثلا فواتور فيها ماتريكول فيها مارك فواتير رقم واحد فواتير رقم اثنان اكس ايكغيك مثلا هاد فواتير. اذا سيكون عندي مثلا بوسيد فيها بوسيد فيها سي ان قلنا الماتريكول وقلنا سي ان. اذا مثلا الفواتير رقم واحد يمتلكها مثلا الفواتير رقم واحد يمتلكها اي بي 001 والفواتير واحد يمتلكها قلنا يمكن للسيارة يمتلكها مجموعة الأصغر يمتلكها مثلا اي اش 717. إذا لاحظ بأن الزوج واحد اي بي 001 مع واحد اي اش 7 يختلف مالغري بان واحد يوجد هنا ويوجد هنا ولكن قلنا كلي بريمير هو عباره عن زوج. اذا الزوج واحد اي بي 001 يخالف الزوج واحد اي اش 717 فوالا. اما هنا في كلي بريمير سي ان لا يمكن ان نجد سي ان مشابه للاخر هنا لا الماتريكول هو عباره عن كلي بريمير يعني دائما الارقام مختلفه. اما اذا سطرنا على اثنين فيمكن لاحدهما ان يعاد فوالا هذا سهل القضيه مثلا. ومنطقيا بان واحد يمتلك تخيل بان الشخص رقم اي بي يمتلك اثنان من السيارات يمكننا اضافه اثنان اي بي 001
هذا منطقيا، لان قلنا بان في الام سي دي بان بيرسون يمتلك واحد او ما لا نهايه من الفواتير. لاحظ الشخص اي بي 001 يمتلك السياره واحد ويمتلك السياره اثنان. فوالا، اذا هذا هو الحاله الثانيه. الحاله الثالثه وهي حاله نادره، فوالا حاله نادره جدا، وهي الحاله صفر. سأقوم بتكبير الأشياء. فوالا، الحالة الثالثة هي صفر واحد مع صفر واحد صفر ان، صفر واحد مع واحد ان. فوالا، إذن دائما صفر واحد مع صفر ان مع صفر ان، اذا هذه حاله ثالثه. تذكر الحالات اللي سبق درسنا في الحاله واحد واحد كعامل مشترك، واحد واحد قلنا دائما واحد واحد عباره عن مغناطيس لو تذكرتم ذلك في الجزء الثاني، يعني بليزيور بليزيور. تذكرنا صفر ان وصفر ان مع واحد ان وواحد ان مع واحد ان. الحالة الثالثة هناك، لاحظ الأشياء المشتركة، هذا شيء مشترك، لاحظ الأشياء المشتركة، صفر يعني ان 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 مشترك، هنا صفر واحد كمشترك. فوالا، هنا مثلا تخيل بأن في دولة مثلا ما البيرسون لا يمكن أن يمتلك أكثر من سيارة، يعني على الأكثر واحد، على الأكثر واحد، على الأكثر يعني سيارة، يعني في الكارت غريز قانون بأن السيارة يمتلكها فقط شخص واحد. إذا تخيل هنا فواتير، تخيل لا ريغل دو جيستيون، الكاردينالتي دائما تمشي يعني تتماشى مع شروط الاستعمال او ريغل جيستيون. اذا تخيل هذه الحاله بان في دون ما الكارت غريز او رقم البطاقه الرماديه لا تتضمن اكثر من مالك، يعني سياره يملكها واحد لا يمكن ان تكون مشتركه. اذا بيرسون، ها هي قلنا بان بيرسون سي ان هنا نو، هنا ماتريكول، هنا مارك، بوسيد يعني بيرسون يمتلك كم من سيارة. إذن يا إما لا يمتلك أي شيء ولا يمتلك، ويكون يمتلك أن سيارة. أما الفواتير يا إما لا يمتلكها مثلا أي شخص، يعني لا زالت داخل المعمل مثلا في هذه الحالة. فوالا، إذا فرق كما شرحنا ذلك سابقا، ولكن تخيل عندك هذه الحالة، يعني الفواتير يمكن أن تكون بدون مالك مثلا عند الشركة، وإن يمتلكها سيمتلكها على الأكثر شخص واحد. إذا لدينا هذه العلاقة صفر واحد صفر ان. إذا ماذا يمكن أن نقوم بتحويل هذا الام سي دي؟ نريد أن نحوله إلى ام ال دي. إذا دائما عندما تحول لا تأخذ بعين الاعتبارات أشياء فقط الكاردينالتي، فقط تحليلك الذي تخيل نحن في هذه الحالة. إذا قلنا بأن فواتير يعني الأمل دي ستحول إلى ماتريكول مارك، بيرسون سنترك بيرسون بسلام سي إن ثم نو، أما بوسيد ستتحول كما حولناها ذلك سابقا، سيأخذ سي إن كدييز وكماتريكول كدييز، ولكن الكليب بريمير حق الأمل دي دائما يتطلب كليب بريمير، كليب بريمير وكل إترونجير. فوالا، دابا الكليب بريمير هو الذي أتى من صفر واحد، يعني الماتريكول يعني هي اللي غتكون كليب بريمير، يعني لا يجب أن تعاد رقم السيارة، لا يجب أن يعاد، ما يكونش عندنا مثلا رقم فواتير أه، مثلا عندنا بيرسون أه، فوالا، تكون عندنا فواتير أه بيرسون دو، خاصة هذا ما يتعاودش، فوالا، لأن لو
في ان في ان اعيد يعني ان الفواتير يمتلكها اكثر من شخص، وحنا قلنا بان الفواتير يمتلكها فقط شخص. لذا قمنا بالتسطير على ماتريكول بحيث ان الماتريكول لا تعاد، اما السي ان يمكن تعاد. مثلا تخيل سي اي ان واحد يمتلك فواتير ان، سي اي ان واحد يمتلك فواتير دو. اذا سي اي ان واحد امتلك فواتير ان، يعني القيمه ديال سي ان واحد اعيدت مرتين، هذا مسموح. سي ان ربما تعيد مرتين ولكن الماتريكول لن يعيد. لماذا؟ لانه صفر واحد، لانه سيكون يعني اذا اردت ان احول ام سي دي الى امل الدفاع دي الحاله عندما احصل على صفر واحد، يجب ان العلاقه تتحول الى جدول في قاعده البيانات، ولكن الكلي بريمير يعني المفتاح الاولي هو المفتاح الذي اتى من صفر واحد، وبالتالي ساسطر على ماتريكول. اذا شكرا على انتباهكم، والان مثال عام لتحويل الام سي دي الى قاعده بيانات الى باز دوني. فوالا، اذا استسمح على الاطاله ولكن الشيء اللي عطى الله. فوالا، اذا سنقوم ان شاء الله باخذ صوره لوحه اخرى واعطيكم بعض الامثله مثلا كمثال بسيط جدا. اذا هذه الاشياء موجوده في صندوق الوصف في خلال تمارين وحلول الموجوده في بلاي ليست الخاصه بموريس، ويمكنك ان تعود اليها. اذا الهدف هو تحويل هذا الام سي دي، تحويل ام سي دي بسيط وعلى ام سي دي هنا الى ام ال دي، الى موديل لوجيك دو دوني. فوالا، سأخذ مثال لثلاثة مثلا. تخيل ثلاثة مثلا كما قلنا هنا برودوي، إذا نيميرو برودوي رقم المنتج، نون برودوي، ثم كليون نيميرو دو كليون نون كليون، هنا أشيت كليون يعني يشتري واحد أو أن، وبرودوي يمكن أن يشتري صفر أو أن. فوالا، هنا برودوي فورنيسور، نقدر نزيد هنا مثلا مثال فورنيسور يقوم بالتزويد مثلا نيميرو فورنيسور والأدريس ديالو. فوالا، هنا فورنير، ما يهمنا هو الكارديناليتي. اذا فورنيسور فورنير ان ولا ان، برودوي نقدر نجيبو ان او ان. فوالا، اذا مثلا ناخذ مثلا امبلويي بلوك رواق نون دو بلوك، هنا كونتيان بلوك كونتيان برودوي واحد ولا ان، و ان برودوي يا اما واحد في بلوك واحد واحد. اذا لا يمكن ان يكون برودوي موجود في رواق الالكترومانجير و برودوي موجود في الاسماك. اذا برودوي دائما واحد. اذا لنحول هذا الام سي دي الى ام ال دي، اول شيء هو تحويل الانتيتي الى جداول. اذا تحويل الانتيتي الى تيبل او ترانسفورمي الانتيتي. اذا قبل استعمال المنطق، اذا لدينا برودوي ساكتب برودوي على السطر، لاحظوا ساكتب الخواص نيميرو برودوي ونون برودوي، احتفظ بالكلي بريمير. اذا الحمد لله كتبت هذا. فورنيسور نمشي نزيد فورنيسور، ساكتب الخواص نيميرو دو فورنيسور ادريس واترك الفراغ. كليون ساكتبه على السطر، كليون هذا عباره عن جداول، نيميرو دو كليون ثم نون كليون ثم بلوك نيميرو دو بلوك نون بلوك. فوالا، اذا هذه الخطوه الاولى، ودائما في الامتحانات احدد اكتب على الطريقه التاليه كلي بريمير، وهنا اكتب كلي اي ترون جير. فوالا، اذا لاحظ واحد واحد هو عباره عن مغناطيس ياتي بالكليب بريمير. هنا واحد 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 ان، واحد واحد دائما مغناطيس، يعني نيميرو دو بلوك سيصبح هنا. اذا ساضيف هنا نيميرو دو بلوك. اذا لاحظ
سأضيف نيميرو دو بلوك، نيميرو دو بلوك كمفتاح ثانوي، لأن هنا كان عندنا مفتاح أولي، عندما ذهبنا أصبح مفتاح ثانوي كلي إترونجير. فوالا، الحمد لله هذه العلاقة قمت بدراستها. لنذهب إلى فورنير وأن أن، إذا برودوي مع فورنيسور، إذا هذه العلاقة فورنير ستتحول إلى جدول، إذا سيصبح عندي فورنير، هذه علاقة ديال بليزيور، بليزيور يعني غيجيو بجوج، إذا ستصبح نيميرو دو فورنيسور دياز، وكذلك نيميرو دو برودوي دياز، وسنسطر عليهم بالاثنين ككلي بريمير. إذا الحمد لله بقات هذا الشيء، إذا سأضيف العلاقة أشي، لماذا؟ يعني عندي ان ان، عندي بليزيور بليزيور، ان ان يعني أشي ستتحول إلى جدول، هاي أشي. سأقوم بالذهاب نيميرو دو كليون، ها هو دياز، ثم دياز نيميرو دو برودوي، وأسطر عليهم بالاثنين. هنا سأقوم بغلق الأشياء. إذا هذا عبارة عن أمل دي. فوالا الحمد لله. كما وعدتكم، وأمل دي هو الباز دوني. كما وعدتكم بأن ما معنى الأمل دي و الأمل دي و الأم موديل فيزيك دو دوني. هناك فرق بين طريقة الكتابة فقط، هناك فرق فقط في الكتابة. إذا وأختم هذا الفيديو، يعني موديل فيزيك دو دوني هو الموديل لوجيك دو دوني. سأذهب هنا، سأسمح بأن الطريقة فقط تختلف. فوالا إذا أذهب هنا. تخيل كان عندي مثلا كما قلنا امبلويي، مثلا نيميرو، مثلا نيميرو دومبلويي ككلي بريمير، هنا امل دي موديل لوجيك دو دوني، نون دومبلويي، ثم نيميرو دو سيرفيس، ثم سيرفيس نيميرو دو سيرفيس، نون سيرفيس. Voilà. كما قلنا هذا كلي بريمير وهذا كلي اترونجير. اذا الموديل فيزيك دو دوني فقط امل دي كتبنا في السطر، هنا سنكتب في الجداول. فوالا اذا ساذهب الى امبلويي، امبلويي عندها نيميرو دومبلويي، ثم نون دومبلويي، نقول هاتي الاشياء هنا، نيميرو سيرفيس، وهنا سيرفيس. فقط طريقة الكتابة تختلف، فقط طريقة الرسم تختلف. فوالا، وهنا سأقوم بجلب واحد الخط، خط هنا من نيميرو سيرفيس الأصل ديالو، نيميرو سيرفيس هاو فقط. فوالا، إذا الأشياء التي كتبناها في السطر في الموديل فيزيك دو دوني تسمى هذا الموديل فيزيك دو دوني. نقوم بربط الأشياء من هنا، وهنا نكتب هنا، نكتب هنا، ثم نكتب هنا دياز. فوالا هذا هو فقط. فوالا، إذا كان أربع، كان عندك أربع أسطر، أربع جداول وترتبط فيما بينها، هنا بحال رابط من هنا إلى هنا. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء، وأتمنى من الله صادقا أن أكون قد أفدتكم. وللمزيد ادخلوا إلى صندوق الوصف واذهبوا إلى البلاي ليست خاصة بموريز لتروا مجموعة من التمارين وحلول الخاصة بطريقة التحليل الموريز واستخراج الأمل دي من الأمثالي. إذا الفيديو المقبل سنذهب إلى التطبيق مباشرة، والحمد لله رب العالمين.